وهذه الفرصة الحقيقية، وكواك يبعد الكرة بيده. فعلا قرار سليم في هذه اللقطة بعد محاولة الشاب فهد الجهني. إذن من نقطة الجزاء هل تكون العودة لصاحب المركز الأخير ومتذيل الترتيب الرائد في سلم الترتيب؟ 20 دقيقة متبقية، 3 أهداف نظيفة. مشعل العنزي عنده هدفين، يبحث عن الثالث عندما يكون أمام الهلال يكون له وضع مختلف، لكن سيكون أكثر حلاوة لو كان معاه النقاط الثلاثة أو على الأقل نقطة. لكن مشعل العنزي أمام مرمى ستيري، أمام مرمى الهلال، وجود حضور جمهور الهلال، ومشعل العنزي يعود ويسجل للرائد. رائد التحدي عن طريق مهاجمه الشاب مشعل العنزي.